قالت جريدة نيويورك تايمز أن الاقتصاد العالمي يتجه نحو أوقات قاتمة وصعبة موضحة أن ارتفاع التكاليف ونقص الغذاء واستمرار الأزمة الروسية الأوكرانية تهدد بإبطاء النمو الاقتصادي وتتسبب في أزمة عالمية صعبة كما أشارت الجريدة الأمريكية إلى أن المسؤولين حول العالم صاروا يواجهون تحديات مستمرة منها اضطراب سلاسل التوريد وعمليات الإغلاق في الصين واحتمال حدوث أزمة في الطاقة، حيث تحظر بعض الدول النفط والغاز الروسي، مؤكدة أن هذا ما دفع الخبراء الاقتصاديين إلى القلق بشأن الركود العالمي، خاصة بعدما توقع صندوق النقد الدولي في أبريل الماضي أن يتباطأ النمو العالمي إلى 3.6% هذا العام.